يا ابو احمد وراكي مشاريب للرجال على حسابي على راسي هكي لا والله مشاريب على حسابي انا لا يا ابو زهدي هلا ما فرقت بيناتنا يا جماعه ولو نحن جمعناكم اليوم عشان نقول لكم في واحد من شباب الحاره عمل شغله ما بيريدها ربنا سبحانه وتعالى يعني شغله فيها ندالة ونقاصة ومثل ما بتعرفوا طول عمرها حارتنا عيلة واحدة وإيد واحدة مشان هيك نحن قلعنا من الحارة السلام عليكم أهلا يا ابن نجيب لك شو في بالله شو في عزيمة شو الحكي لك عزيمة عزيمة لك ايه عزيمة يعني ببلاش لك ايه ببلاش يعني أكل وهيك شغلات لك لا مو أكل قهوة هي مشاريب بس مشاريب؟ ايه مشاريب ببلاش ايه معيتك لكان صب لنا طاسة على رئيسوس ايه لا عمي ما حزرت جوا ببلاش هون بمصاري شو الحكي؟ ايه انا اصلا ما بطير على رئيسوس حبيب قلبي اخي لحنا ومين هذا الواطي مختار؟ تحسين ابن عمه لابوادها حرام يكون من بيت عياش الواطي وحرام يكون وابوادها مشاهر اولاد عمه هذا تحسين اللي كان يقعد بالقهوة ويتبوجا انه عمامه ولاد عمامه اكلين له حقه وحق ابوه من قبل منه اي نعم هيك كان يحكي وانا سمعته اكثر من مرة واللي بعرفه انه عمامه ولاد عمامه مفضلين عليه من راسه لأساسه وهلا ابو ادهم جمعكم مشان احكي لكم قصة حمدي ابوه لتحسين الله يرحمه من طقطق للسلام عليكم تفضل ابو ادهم شرف والله يا جماعة الخير هالقصة اللي بدي احكيها ما فكرت بحياتي اني احكيها لمخلوق بس تحسين بعمايله السودا والناقصة وازاني وجبرني اني احكي هذا يا سيدي ابو تحسين الله يرحمه كان من خيرة الرجال والكبارية بيعرفوه منيح اي نعم الله يرحمه كان من زينة الرجال وكان متجوز وحدة مستورة من عيلتنا ضل هو وياها شي 4-5 سنين ورب العالمين سبحانه وتعالى ما رزقه الضنا قام طلقها وهج وبعد كم سنة ما شفناه إلا راجع وأنا بتذكر هديك الساعة منيح إيه أخي جواز وهرمتك من وين؟ آه من هنيك أخي ليش ما جبتها معك؟ على المقلية بتتعرف على أهل جوزها إن شاء الله أخي مشوار تاني إن شاء الله جاك من أولاد آه إيه جاني ولد أخي شو سميته أخي؟ سميته تحسين غريبة كنا ناديلك بعياش ليش غيرت؟ أخي أمه حبيت تسميه تحسين إن شاء الله يعيش ويبقى دلالك يربى بعزك أخي الله يبارك فيكم وعزكم أخي إيه سيدي أنا جاي مشان بيع حصتي بالخان والطاحونة شو عم بتقوله بتحسين؟ لك بيع حصك من خان والطاحونة؟ ليش من أمتى بتعياش ببيعوا أملاكه؟ أخي أبو فهد أنا متضايق على مصاريفي علي اليوم وحقي وبدي بيعه بقى إذا بدكم تشتروا أنتوا أبدا من الغريب لك أخي نحن متضايقين هلأ شوي نصيحتي إلك ما تبيع خذ هالمبلغ جمعنا لك يا بغيتك من الخان والطاحونة روح فك دقيقتك وهات حرمتك وابنك تعيش هو ما بكفي أخي ما بكفي المبلغ يلي أنا بحاجته أكبر من هيك بكثير ثاني يوم الصبح ولا جاي على الطاحونة وجايب معه زبون غريب وكان وقتها رحمة الله عليه أبوه لشاهر موجود هنيك الله يرحمه تعيش وترحم شو يا سيد راسي رح نقضيها هيك على أساس عزيمة إيه ما شفنا شيء لا بلا ليش عم بتعكوا سيد راسي لكو عم نكت وماني اشتري ها أبو أحمد ضيفه لأبو نجيب ضيفه أمرك عقيد يا عيني عليك يا عقيدة ها هذا حكي وي أحلى تان الشاي لأبو نجيب إن شاء الله يعيشوا الإيديس أبو أحمد الله كتر خيرك رضاي عليكم سمعونا يا جماعة العقيد عم يحكي قام عمي أبو شاهر وقتها قلع الزبون وقال له يا أخي نحن ما عنا شي للبيع ميل درب طرياك والله معك أخي ليش عم تقلعوا للزلمة أنا بدي بيعه حصتي أنت شو دخلك يا أخي إذا بيوصل الدم للركب ما بنبيع شي نحن وما بندخل واحد غريب بيناتنا فهمت ولا لا روح أخي الله يسر لك روح السلام عليكم يعني لا بترحموني ولا بتخلوا رحمة الله تنزل عليني حقك رح تاخده على دوز بارك إذا أنا وأخوك أبو فهد بنبيع تيابنا اللي لابسينهم ما بندخل واحد غريب بيناتنا قديش بدك حق حصتك بالخان وبالطاحونة؟ أخي من الآخر بدي حق حصتي بالطاحونة 100 ذهب عصمة لي وبدي حق حصتي بالخان 60 ذهب وهيك أخي أنا ما قصرت معكم بنوب وراعيتكم كتير لا يا أخي الله يرضى عليك لا تراعينا بنوب
المسا بتكون مصاريك بجيبتك. أم راح أبي رحمة الله عليه هو وأخوه وباعوا صيغة نسوانه وحطوهم فوق المصاري، طلعوا وقتها شي 120 ذهبي. حبل حاله عمي أبو شاهر رحمة الله عليه وراح لعند الأصيل ابن الأصيل وتدين منه 40 ذهبي. هل حكي مزبوط ولا أنا غلطان أبو الضاح؟ يشهد علي ربي مزبوط. وعطوه حقه على دوس بارة وسافر، غبله وقت شي. تفضل هاشم أفندي، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تعال شوي عاوزك. اسمح لي يا مختار، مشغول شوية. عم قلك عاوزك تعال شوي كرمالي بقى. تعال خلص. السلام عليكم. تفضل تفضل تفضل. كمل عقيد. أخذ كامل حقه ومشي. بعد شي 10-11 سنة ما شفنا إلا راجع، وكان معه حرمته وصبي صغير، يعني بجيله شي 10 سنين. اللي هو تحسين ما بيكتك بعد كل رزقك وجاي تبيع دارك كمان؟ لك إذا صار لك شي بلاد الغربة ابنك هاد وين بدي يروح؟ وين بدي يروح؟ يفلك بالحواية رزقك؟ لك يا عيب الشوم عليك، يا عيب الشوم. يا أبو فهد، الزلمة بدي يبيع بيته، أنتوا ليش متضايقي؟ أنت اسكتي ولا تتدخلي، لا تعدي معنا بلوب. قومي شوفي الحريم، خلي يعطوكي منديل تغطي شعرك فيه. يلا لشوف. من إمتى حريم بتقعد مع رجاله وبتكشف وشها قدامهم؟ والله ما يقوم أبوك من قبره ويعرف بعمايلك ليقطعك شقف شقف. ولا مشاهر عديم. لا أخي، خليني أروح أحسن لي. ثاني يوم درينا أنه بايع البيت لهاشم أفندي. لا تجيب سيرتي بنوبة. روّق أبو خير وروّق، إن شاء الله ما منجيب سيرتك إلا بالخير. هي مالك حق فيها هاشم أفندي، العقيد ما حكى شي بزعي. ورحنا أنا وعمي وأبي مشان رجع الرهون لأبو خير وقام طمص، ولهلأ حامل علينا، وعليم الله أني بعزه لهالزلمة قد كل الدنيا. إيه سيدي، قام عمي رحمة الله عليه أخذ حق البيت وسافر هو وعيلته. وبعد شي سنتين ونص ما شفنا إلا حربته راجعة هي وابنها. قلنا له خير؟ قال والله عمكن أعطاكن عمره باسطنبول. قلنا الله يرحمه، لا حول ولا قوة إلا بالله. سكناها بهالبيت وصرنا نعيل فيهن، وأبي وأبو شاهر رحمة الله عليهم ضلوا يوصونا فيهم لحتى ماتوا. وهلا يا جماعة الخير بدي أسألوا لأبو خير وسؤال. تفضل. يعني هالبيت لو كان منباع وين كان سكنوا؟ وهي قصة عمي أبو تحسين رحمة الله عليه، حكيناها من أولها لآخرها، والمختار بيشهد على كل كلمة قلتها. اي نعم، يشهد علي ربي كل اللي حكاه أبو أدهم صار. عقيد، بالله عليك تحسين عمله شي شغل غير العمل اللي عملها؟ اي والله يا فات، عمل شغلة كبيرة كتير وما حدا دري فيها هلا بنوب. شو هالعمل بقى؟ اسمع يا فات، انت مو بس ابن عمي، انت اخي وحبيبي وحامي ظهري، يعني انت انا. لك انا خدامك عقيد، بس اللي والله فورت لي دمي. العملة اللي عملها تحسين يا ابو فهد بدي اياها تضل تسر بيني وبينك، ما حدا يدرى فيها بنوب، لانه رح يجي يوم واخو تاري من هالواطي، وما بدي اياك انت بالذات تقول قتل ابن عمه مشان شغله صغيره. بدي اياك تعرف هالشي. اعوذ بالله عقيد، سرك كبير، بيعيش معي بيموت معي، بس اللي بقى شو عمل هذا الكلب؟ وصلت مواصيله لحرمتي يا فهد. شو؟ لحرمتك؟ يعني فيك تقول أم حابس لساتها بالسنبلة؟ أم خيره، ما عم بفهم عليكي. شو لا أماح ولا شعير، وشو دخل أم صفوان بالموضوع؟ يا مو، هلا أنت ريتي تخطبي لي بنت أبو صفوان ولا بنت أبو وضاح؟ لك لا يا مو، شو بنت أم صفوان؟ أنا رحت أخطب لك بنت أم وضاح، بس أم صفوان هي وبنتها كانوا هونيك، وهن شافونا ولزقوا ما عاد تحركوا إلا لما طلعنا نحن وياهم. هلأ المهم شفتي البنت؟ إيه شفتها لك. وشلون لقيتيها؟ إيه شو شلون، سبحان الذي خلقها مثل فلقة القمر. إيه ما تقول إلا غزال وشارد، إيه سبحان الذي خلقها على هالطول. ولا عيونها أم خيره، طولي بالك طولي بالك، قلنا لك شوفي البنت، ما قلنا لك توصفيها وتوصفي مفاتنها. الله يستر على حريمات الجميع يا رب. اي والله صحيح صحيح، معك حق، من فرحتي نسيت شو عم بحكي. صحيح يا مو، انت مو كنتي بدك تخطبي له لخيره زكيه بنت ام صفوان؟
بالله ليش انا ناقصني جدبان؟ بكفيني وحده. شو قصدك يا مو؟ يعني انا جدبان؟ لا حبيبتي تقبري قلبي، انا عم بمزح معي. اي والله انت عقلك بيوزن بلد. يا مو لا تنسيني، انا بدي اواعي جديده مشان عرس خيره. وانا كمان. اي طولوا بالكم، لسه ما صار شيء. بتعرف مرت عمك شو بتقلي عقيد؟ بتقلي روح الله يبعث لك بنت حلال مثل مرت ابن عمك ابو ادهم، فهم وذوق ودين واخلاق وما لا فوتة ولا طمعة. ايه والله يا فهد معها. لك على بيت اهلها ما بتروح الا اذا انا جبرتها. قاعده لبيته ولجوزها ولاولادها ولصلاتها وصيامها. الله يلعن الشيطان. لك تعرف لك ما لي عين الا ليش ضربتها، اقسم بذات الله ما لي عين. خلاص عقيد خلاص انسى هالقصة وقد لنا ما كانت. المهم انك انت تكون رايق ومبسوط وانا رقبتي سدادة. الله يبارك فيك يا فهد. لك صعيد ذكرت امور عقيد. شميت ريحة حكي بالحارة هيك انه اختك حردانة، مزبوط هالشي؟ ايه والله، وانت ما بتخبى عليك شي، هالحكي صحيح. معناتها ام عبدو ما لا حكيت الا لام وضاح ان روحتي لعند الشيخ جوهر، لانه لو حكيت الا كانت لمحت لي. قال كانت لمحت لي، إيه كانت قللت قيمتي. بس إن شاء الله أم عبدو تضل ساكتة. أنا لازم أقطع الطريق عليها وأخطب رويدة لصفوان، وقبل هيك لازم لف على أم خيرو باين عم تدور على عروس لابنها، وهيك كون ضمنت عريسين لزكية إلا ما يزبط واحد بيناتهم. لا فهلا، وإيمتى ناوي تخلص الجزا اللي عم جازيوني يا؟ عم فكر اتركن على الحالة شي شهر تاني. شو الحكي؟ لك طالما الخبر انتشر بين أهل الحارة لازم ترجع عيب. انت هيك رأيك؟ اي نعم. لا من الشفيق منيح، الله يعطيكم العافية. الله يعافيك، حملوها الله يرضى عليكم وسلم. شو هالصوت؟ صوت شو معلم؟ شو هاد؟ لك لمين هالولاد؟ شو جاب هدول الولاد لهون؟ شبه هالولاد فيهم شي؟ هدول الولاد إلك؟ إيه إيه إلي إلي. خالي ليش حاطتهم هون؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مصطفى تعا معي. خالي شلون هيك بتعمل؟ شلون بتترك الاولاد بين الخشب؟ ما بتخاف تقمصهم شي حيه شي اعربه لا سمح الله؟ شو بدي ساوي يا معلمي؟ شو بدي ساوي؟ وين بدي اروح فيهم؟ بيت حماي زبطوا لي اياهم بخلقتي، وخالتي مرت ابي لاجل امهم ما بتحواهم. وابوك شو رايه؟ ابي؟ الله يعينه لابي. زلمه كبير والحل والربط بايد مرته. خالي هلا بيت اهلك في ارض ديار واسعه؟ ايه مليحه ماشي حالها. طيب حرمتك شو طلباتها؟ يعني شو سبب الخلاف؟ أنا يا معلمي باخد كرايي منك وبناوله كله لأبي، ما بقيم منه ولا برغوت. إيه؟ بتيجي مرت أبي بتاخده منه كله، ومرتي بدها ياني أعطيه لأبي شي معلوم ونضب الباقي، وأنا يا معلمي واقع بين نارين، ويلي أبي وغضبه، وويلي مرتي اللي بدها تأمن حالها وتأمن أولادها بشي بيت يسترنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف خالي، صعيد الرسول عليه الصلاة والسلام قال أنت ومالك لأهلك، وأنه رضا الوالدين واجب. بس طالما أبوك ما بيمون صار في حكي تاني خالي. ايه والله يا معلمي مو ماين على حاله، وخالتي مرت أبي عم تتحكم بمرتي وتشغلها مثل خدامة وبتتنكوت فيها بالليل وبالنهار على طلبات ونق وسق. لا والأنكى من هيك، ما بيحلالها تكتر الطلبات غير وقت بيجي من شغلي، ويعني كلك مفهومية معلمي. الواحد بحب يفوت هيك يرتاح هو ومرته على انفراد، يعني بالحلال. يعني حقك لك خالي حقك. هي ما بدها هيك، يعني لو بيطلع بايدها تنيمني انا بأوضة وهي بأوضة ما بتصير. طيب خالتك مرت ابوك قد ايه عمرها؟ يعني بدك تقول بحيطان الأربعين. والوالد الله يمد بعمره بزيدها بشي 20 سنة. خالي قوم هلا خذ الاولاد لعند ابو صفوان، انا شايفه مو كتير صاغ، وبطريقك بتمر انت وديبو لعند ابو درويش الحلاب وبتجيب له الحليب بتشربه. طيب قوم عم يقول امرك معلمي.
بيعيش يا ما بيشوف. قمر قمر ومصور عن جد وفيقة؟ ايه عن جد، لكان عم بمزح معي. غريبة، بعبرك ما سمعتيني هيك كلمة. ايه لأنك حليانة كتير هاليومين، بتعرفي؟ ايه والله والله ما يشوفك صفوان ويشوف هالشعرات الحلوين ليطير عقله. وشلون بده يشوفني صفوان يعني؟ انت عرفانة حالك شو عم تحكي؟ لك انا قصدي يعني انه اذا صار نصيب. نصيب؟ نصيب شو هذا اللي بده يصير؟ لك مشان الله بتمسكي الواحد على كلمة، انت الثانية ما حكيت شي انا. هي لا يا بعدي، هي مو حي الله كلمة، بعدين هذا الحكي لازم اهلي يعرفوا فيه. كرمال الله الويدا، شبكي انا ما قصدت شي، يعني قصدت انه بس نفرح فيكي. اسمعي وفيقة، هذا اخوكي لا بقى جبيلي سيرته بنوب. خلاص خلاص ماشي، بس وطي صوتك. بعت لي 60,000 حمى ساعة فتت لعندك وحكيت الكلمة. معقولة بيت عمي ابو صفوان يعملوها ويطلبوني من ابي قبل عمتي ام وضاح؟ تخيلك يا ربي، الله لا يقدر. وشو قالكم ابو صفوان؟ قال معهم حموجوف، يعني باطنيتهم فيها حمو سخونه. واعطاهم دواء؟ اعطاهم تحويجه وقال انها بتفيد باذن الله. الله يعافيهم يا رب. جبتوا لهم حليب؟ جبت معي هلا وانا جاي. تعم سيك، بتاخذ هدول مصروف لحرمتك وللاولاد لشهر، واللي بيزيدوا بتخليهم معك. الله يديمك فوق راسنا ويخلينا اياك، والله فضلك مغرقني طول ما انا عايش.